تعالوا نشوف المسائل بتاعت القدرة. كنا حلينا المسألة ديت المرة اللي فاتت. تعالوا نشوف المسألة رقم 11. تدفع عربة يدوية مسافة 60 متر، يعني مديني الدي، وبسرعة ثابتة لمدة 25 ثانية. خلي بالنا هو بيقول لي بسرعة ثابتة لمدة وثانية، يعني اللي مدهاني هنا دي تي مش في، لبذل قوة مقدارها 145، يبقى مديني الاف. ما مقدار القدرة؟ يبقى بكتب قانون القدرة بيساوي W على T، اللي هو بيساوي F في D على T. ال F 145 في ال D اللي هي 60 على ال T اللي هي 25، هتطلع معايا بكل سهولة. تمام، هتطلع ب 348 واط تقريبا. طيب رقم B، لو بتحرك العربة اليدوية بضعف السرعة ما مقدار القدرة التي تولدها؟ طيب خلونا نحلها بطريقتين. هو أنا السرعة اللي هو زق بيها كانت بكام؟ مش السرعة بتساوي دي على تي، مسافة على زمن؟ طب هو مشى مسافة 60 في زمن مقداره 25، يبقى السرعة بتساوي 2.4 متر على الثانية. هو لو بيقول لي مشى بضعف السرعة، يعني السرعة بتساوي 4.8 متر على الثانية. واحنا اخدنا قبل كده قانون ان البي مش هي بتساوي اف في دي على تي، وقلنا ان الدي على تي ديت اللي هي الفي، يبقى بتساوي اف في في. طيب يبقى الباور هيساوي القوة اللي هي 145 في الفي اللي هي 4.8، هتساوي 696 واط. تعال نجيبها بطريقة تانية بنفس الطريقة اللي قلناها قبل كده. مش البي بتساوي اف في الفي؟ هو بيقول لي ان السرعة تضاعفت، فمعنى كده ان القدرة، برافو، هتتضاعف. طيب القدرة في اول مثال كانت بكام؟ 348. لو انا ضربت 348 في 2 هيديني برضو 696 واط. طيب رقم 12، ما مقدار القدرة التي تولدها مضخة لرفع 35 لتر من المية كل دقيقة من عمق 110 متر؟ كل لتر من المية بتبلغ كتلته 1 كيلو، فافهم من كده ان هو مديني الكتلة بطريقة غير مباشرة. الكتلة بتساوي 35 لتر، واللتر وزنه كيلو او كتلته كيلو، فمعنى كده ان هي كتلتها كلها 35 كيلو. الحتة اللي احنا كلنا بنقع فيها هو قايل لي الزمن هنا، بس انا مش واخد بالي الزمن بالدقيقة، وانا القانون بتاعي بعوض بيه عن الزمن بالثانية، فهحول دقيقة لثانية اللي هي 60 ثانية. من عمق 110 متر، يعني هو مديني الدي. طيب هو عايز القدرة، يبقى البي بتساوي اف في دي على تي. الاف اعرف اجيبها من الكتلة؟ طبعا اف بتساوي ام في جي، هضربها في الدي على تي، يبقى 35 في 9.8 في 110 اللي هي الدي على التي اللي هي 60، هتطلع لنا ب 629 واط. طيب رقم 13، يولد محرك كهربائي قدرة 65 كيلو واط أثناء رفع مصعد مكتمل حمولة مسافة 17.5 خلال 35، عايز القوة. هطلع المعطيات. أول حاجة القدرة بخمسة وستين، طبعا غلط. احنا في القانون قلنا ان القدرة بالوات، والشغل بالجول، والزمن بالثانية. اي حاجة غير الحاجات ديت هحولها. طب هو مدهني هنا بايه؟ بالكيلو وات، يبقى لازم اضرب في 10.3 عشان تبقى بالوات. ومديني المسافة 17.5 متر، ومديني الزمن 35 بالثانية، يبقى انا كده وحداتي مظبوطه. طيب البي بيساوي اف في دي على تي، يبقى الاف بتساوي
البي في التي على الدي، بضرب ده في ده وبقسم على اللي جنبها. طيب البي بكام؟ 65 × 10^3، والدي بكام؟ ب17.5. التي قصدي، البي في التي، التي اللي هي 35 على الدي اللي هي 17.5، يبقى الاف هتطلع لي عندي ب1.3 × 10^5 نيوتن. طيب آخر مسألة، يتم الإعلان عن رافعة صممت لتركيبها على شاحنة زي اللي في الشكل، يزعمون أنها قادرة على بذل قوة مقدارها. يبقى هو هنا مدين الإف ب6.8 × 10^3 نيوتن، وتوليد قدرة مقدارها 3/10 كيلو وات. ها هنقع فيها تاني؟ لا طبعا، كيلو وات يبقى هضرب في 10^3 عشان تديني بالوات. ايه الزمن اللي هتستغرقه؟ يعني هو عايز التي لسحب جسم ما مسافة 15. طيب البي بتساوي اف في دي على تي، انا عايز التي يبقى بتساوي اف في دي على بي. الاف بكام؟ 6.8 × 10^3، في الدي بكام؟ 15 على البي اللي هي 3/10 × 10^3. هعملها على الآلة، هيطلع إن الزمن ب340 ثانية. أتمنى يكون الشرح مفيد، أشوفكم على خير.